اختارت أن تدافع عن المظلوم بدراستها مهنة المحاماة. متزوجة وأم لولدين، المحامية غن وشحادة، دافعت عن موكليها لإظهار الحق أمام المحاكم في النمسا وسوريا التي ولدت فيها في عام 1972، حيث تخرجت من كلية الحقوق جامعة دمشق في عام 1995، ثم سافرت إلى النمسا وزاولت مهنة المحاماة منذ عام 2004. ويختص مكتبها في وسط العاصمة النمساوية فيينا بمجالات كثيرة، فمن قضايا القوانين الجنائية والمدنية والأجانب بكل فروعه إلى قانوني الشركات والتجاري، محققة النجاح والتألق بأسس راسخة.